رئيس الوزراء يبحث مع وزير التموين الاستجوابات المقدمة ضده بالبرلمان، والوزير ينفي استقالته. وزير الطيران يعلن استعداد القاهرة لتخصيص صالات للسائحين الروس بمطاراتها حال ارتفاع أعدادهم. وفي نشرتنا أيضا، مجلس النواب الليبي يرفض منح الثقة لحكومة الوفاق ويطالب بحكومة مصغرة. الثالثة بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة على رأس هذه الساعة، أهلا بحضرتكم. نبدأ من مجلس الوزراء، حيث التقى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وزير التموين خالد حنفي قبل توجه الوزير إلى مجلس النواب. بحث اللقاء الاستجوابات المقدمة ضد وزير التموين في البرلمان. وقدم حنفي شرحا حول موقفه من القضايا المثارة ضده، وآخرها أزمة إقامته بأحد الفنادق. كما ناقش اللقاء عدة ملفات خاصة بوزارة التموين وما يجري اتخاذه من إجراءات بشأن توفير السلع في المحافظات وخاصة في الصعيد. وخلال حضوره اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، قال وزير التموين إنه في انتظار الموافقة على طلبه منع تداول الأرز في المناطق الحدودية إلا بعد الحصول على تصريح، وذلك لمنع تهريبه. أضاف حنفي أن الوزارة قد تطرح كسر الأرز للمواطنين بسعر أرخص، مع توضيح أنه كسر. وبخصوص أزمة توريد القمح، أوضح الوزير أن وجود سعرين للاستلام هو السبب الرئيسي في الفساد الموجود، أن مصلحة المزارعين والمواطن هي كل ما يشغله، كما نفى أي نية لديه لتقديم استقالته. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا مجدي عبد الرحمن مراسل النهار اليوم من مجلس النواب. يعني مجدي، اطلعنا على تطورات هذا الاجتماع ما بين وزير التموين ولجنة الزراعة وأهم ما خرج به. مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. أحب أقول لحضرتك أن في اجتماع لجنة الزراعة بدأ الوزير أيضا مهموم للغاية بسبب ما تداولته وسائل الإعلام عنه من الإقامة في فندق على حساب الدولة، وإلا أنه حاول الخروج من هذه الأزمة بتقديم العديد من الوعود كما ذكرت حضرتك في الخبر بالنسبة لكسر الأرز وبيعه للمواطنين، مع توضيح حقيقة الأمر بالنسبة له وبأسعار رخيصة. الوزير حرص أيضا على أن ينقل رسالة طمأنة إلى النواب الشعب بتوفير اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأيضا قال أن أزمة القمح سوف تجد الحل من خلال توحيد السعر ومن خلال فرض رقابة لصيقة واتخاذ قرارات جريئة خلال المرحلة القادمة، ولكنه لم يوضح حقيقتها في الوقت الذي نفى فيه الوزير أيضا في تصريحات له للمحررين البرلمانيين عقب خروجه من الاجتماع بأن أمر استقالته غير مطروح على الإطلاق ولم يتحدث به أحد، في الوقت الذي قالت فيه مصادر موثوقة من داخل البرلمان أن الوزير قد تلقى ما يقال عنه أنه طلب بتقديم استقالته لوقف لمنع الإحراج عن الحكومة، غير أن يرتبط بذلك تجاهل البرلمان خلال جلسات هذا الأسبوع لمناقشة 6 استجوابات تتعلق بفساد القمح ومتهم فيها الوزير بمسؤوليته السياسية، إضافة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أصبح مصيره حتى الآن غامضا ومجهولا في ظل تجاهل جلسات مجلس النواب لمناقشته خلال هذا الأسبوع. إذن مجدي، لم يثر حتى الآن أي حديث عن موعد هذه الاستجوابات؟ لم يثر حتى الآن موعد هذه الاستجوابات، رغم أن المصادر القانونية داخل البرلمان قالت للنهار أن آخر موعد الدستوري ولائحي لمناقشة هذه الاستجوابات بمرور 60 يوما على تقديمها هو نهاية هذا الأسبوع، فهل يعقد البرلمان جلسات أخرى اعتبارا من الأربعاء أو والخميس؟
أم أنه سيؤجلها إلى الأسبوع القادم؟ هذا ما سيتضح في نهاية الجلسات التي ستعقد غدا إن شاء الله. نعم مجدي عبد الرحمن مراسل النهار اليوم من مجلس النواب، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. استقبل رئيس الوزراء شريف اسماعيل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث ناقش عدة ملفات في مقدمتها مستجدات مشروع قانون بناء الكنائس الذي أثير حوله الكثير من الجدل. أفاد الأنبا بيمن رئيس لجنة الأزمات في الكنيسة بأن البابا تواضروس الثاني دعا أعضاء المجمع المقدس إلى اجتماع طارئ بعد غد الأربعاء لمناقشة مستجدات مشروع قانون بناء الكنائس. وقعت وزارة الصحة والإنتاج الحربي بروتوكول تعاون لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الدكتورة ألفة غراب رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات. وقال وزير الصحة إن إنشاء مصنع الأورام يعد نقلة نوعية كبيرة في تصنيع الدواء محليا. ده أول مصنع أورام يتعمل في مصر بالأيادي المصرية، وأنا عايز أقول ده ما هوش واحد قطاع خاص بيعمله، وده الشيء الجميل فيه إن النهاردة الحكومة ممثلة في وزارة. وفي نشرتنا أيضا، مجلس النواب الليبي يرفض منح الثقة لحكومة الوفاق ويطالب بحكومة مصغرة. الثالثة بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة على رأس هذه الساعة، أهلا بحضرتكم. نبدأ من مجلس الوزراء، حيث التقى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وزير التموين خالد حنفي قبل توجه الوزير إلى مجلس النواب. بحث اللقاء الاستجوابات المقدمة ضد وزير التموين في البرلمان، وقدم حنفي شرحا حول موقفه من القضايا المثارة ضده وآخرها أزمة إقامته بأحد الفنادق. كما ناقش اللقاء عدة ملفات خاصة بوزارة التموين وما يجري اتخاذه من إجراءات بشأن توفير السلع في المحافظات وخاصة في الصعيد. وخلال حضوره اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، قال وزير التموين إنه في انتظار الموافقة على طلبه منع تداول الأرز في المناطق الحدودية إلا بعد الحصول على تصريح، وذلك لمنع تهريبه. أضاف حنفي أن الوزارة قد تطرح كسر الأرز للمواطنين بسعر أرخص مع توضيح أنه كسر. وبخصوص أزمة توريد القمح، أوضح الوزير أن وجود سعرين للاستلام هو السبب الرئيسي في الفساد الموجود، أن مصلحة المزارعين والمواطن هي كل ما يشغله، كما نفى أي نية لديه لتقديم استقالته. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا مجدي عبد الرحمن مراسل النهار اليوم من مجلس النواب. يعني مجدي، اطلعنا على تطورات هذا الاجتماع ما بين وزير التموين ولجنة الزراعة وأهم ما خرج به. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. أحب أقول لحضرتك أن في اجتماع لجنة الزراعة بدأ الوزير أيضا مهموم للغاية بسبب ما تداولته وسائل الإعلام عنه من الإقامة في فندق على حساب الدولة، وإلا أنه حاول الخروج من هذه الأزمة بتقديم العديد من الوعود كما ذكرت حضرتك في الخبر بالنسبة لكسر الأرز وبيعه للمواطنين مع توضيح حقيقة الأمر بالنسبة له وبأسعار رخيصة. الوزير حرص أيضا على أن ينقل رسالة طمأنة إلى النواب الشعب بتوفير اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأيضا قال أن أزمة القمح سوف تجد الحل من خلال توحيد السعر ومن خلال فرض رقابة لصيقة واتخاذ قرارات جريئة خلال المرحلة القادمة، ولكنه لم يوضح حقيقتها في الوقت الذي نفى فيه الوزير أيضا في تصريحات له للمحررين البرلمانيين عقب خروجه من الاجتماع بأن أمر استقالته غير مطروح على الإطلاق ولم يتحدث به أحد،
في الوقت الذي قالت فيه مصادر موثوقة من داخل البرلمان أن الوزير قد تلقى ما يقال عنه أنه طلب بتقديم استقالته لوقف لمنع الإحراج عن الحكومة، غير أن يرتبط بذلك تجاهل البرلمان خلال جلسات هذا الأسبوع لمناقشة 6 استجوابات تتعلق بفساد القبر ومتهم فيها الوزير بمسؤوليته السياسية، إضافة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أصبح مصيره حتى الآن غامضا ومجهولا في ظل تجاهل جلسات مجلس النواب لمناقشته خلال هذا الأسبوع. إذن مجدي، لم يثر حتى الآن أي حديث عن موعد هذه الاستجوابات؟ لم يثر حتى الآن موعد هذه الاستجوابات، رغم أن المصادر القانونية داخل البرلمان قالت للنهار أن آخر موعد للدستوري ولائحي لمناقشة هذه الاستجوابات بمرور 60 يوما على تقديمها هو نهاية هذا الأسبوع. فهل يعقد البرلمان جلسات أخرى اعتبارا من الأربعاء أو الخميس، أم أنه سيؤجلها إلى الأسبوع القادم؟ هذا ما سيتضح في نهاية الجلسات التي ستعقد غدا إن شاء الله. نعم، مجدي عبد الرحمن مراسل النهار اليوم من مجلس النواب، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. استقبل رئيس الوزراء الشريف اسماعيل البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، حيث ناقش عدة ملفات في مقدمتها مستجدات مشروع قانون بناء الكنائس الذي أثير حوله الكثير من الجدل. أفاد الأنبا بيمن رئيس لجنة الأزمات في الكنيسة بأن البابا توادروس الثاني دعا أعضاء المجمع المقدس إلى اجتماع طارئ بعد غد الأربعاء لمناقشة مستجدات مشروع قانون بناء الكنائس. وقعت وزارة الصحة والإنتاج الحربي بروتوكول تعاون لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الدكتورة ألفة غراب رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات. وقال وزير الصحة إن إنشاء مصنع الأورام يعد نقلة نوعية كبيرة في تصنيع الدواء محليا. أول مصنع أورام يتعمل في مصر بالأيادي المصرية، وأنا عايز أقول ده ما هوش واحد قطاع خاص بيعمله، وده الشيء الجميل فيه أن النهاردة الحكومة ممثلة في وزارة الإنتاج الحربي، المكنة الترس، وزارة الصحة النو هاو أو التكنيكال بوينت أو الجزء الفني، ومعها القطاع الخاص، واحد من أبناء مصر، ابن مصر، ما هوش جاي من أوروبا يعني، ده ابن مصر. قال وزير الطيران المدني شريف فتحي إن موسكو لم تطلب تخصيص صالات لإنهاء إجراءات وصول وسفر ركابها بالمطارات المصرية كشرط لاستئناف حركة الطيران والسياحة. أضاف فتحي أن السلطات المصرية على أتم الاستعداد لتخصيص صالات للسائحين الروس حال ارتفاع أعدادهم. أشار الوزير إلى أن القاهرة تنتظر في 29 أغسطس الجاري تنتظر وفدا روسيا لتفقد إجراءات الأمن في مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، كما تنتظر قبل نهاية 2016 وفدا كبيرا من المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو للقيام بنفس إجراءات التفتيش السنوية. قال وزير السياحة يحيى راشد أن مصر ستشهد انفراجة كبيرة، ذلك خلال الموسم الساحلي الجديد الذي سينطلق في الأول من شهر أكتوبر المقبل. كشف الوزير خلال زيارته لمدينة الأقصر عن مساعيه لإعادة تشغيل خطوط الطيران المنتظم وتنشيط رحلات الطيران المباشر الشارتر من مختلف مدن ألمانيا وأوروبا لتسهيل وصول السياح لمقاصد مصر السياحية. تفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل أعمال التنفيذ بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، حيث تابع الوزير سير العمل الجاري في محطة هارون بمصر الجديدة. استمع إلى شرح تفصيلي من مهندسي شركتي الستوم وفينسيا الفرنسيتين القائمتين على تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو. طلب الوزير بتكثيف الأعمال والالتزام بالمواعيد الزمنية للتنفيذ.
احنا النهارده قاعدين هنا 30 متر تحت الارض، ده في الخط الثالث للمترو، المرحله الرابعه اللي هي بدات اصلا من محطه هارون، ووصلنا زي ما شفنا النهارده الى محطه هليوبلس 1200 متر تقريبا. النفق تم اكتماله بالكامل. الان احنا بنتخطى محطه هليوبلس وبعدين رايحين الالف مسكن ونادي الشمس، ثم النزهه ان شاء الله باذن الله، ثم محطه هشام بركات. من بعد هشام بركات المسار هيبقى مسار علوي مرفوع فوق سطح الارض، ودي بنسموها الجزء الثاني من المرحله الرابعه من الخط الثالث. الجزء اللي احنا فيه ده طوله 5 كيلو تقريبا، 5 وشويه، وتكلفته 4.3 مليار جنيه. مفيش فيه الوحدات المتحركه، وان شاء الله ينتهي في منتصف 2018، يعني بنتكلم على سنتين من دلوقتي. تسير شركة مصر للطيران اليوم 6 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 1600 حاج إلى الأراضي المقدسة. وكانت الشركة أعلنت أنها سيرت في ثاني أيام الجسر الجوي لنقل الحجاج أمس 12 رحلة متوجهة إلى المدينة المنورة وجدة، كما توجه 2461 حاجا إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة من حجاج قرعة المحافظات وعدد من الشركات السياحية. أدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدورة الثاني في الرياضيات التطبيقية الديناميكا اليوم في الامتحانات التي بدأت في 13 من الشهر الجاري وتنتهي غدا الثلاثاء. في غضون ذلك يبدأ غدا الثلاثاء تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بحد أدنى 50%. ويتقدم لهذه المرحلة نحو 25 ألف طالب بشكل مباشر أو عبر الموقع الإلكتروني. قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر إن إنتاج مصر من الكهرباء الآن بلغ نحو 32 ألف ميجاوات. أوضح الوزير في حواره مع نهار اليوم أمس إن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى رفع سعر تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء من 47 قرشا إلى 63 قرشا، مشيرا إلى أن نسبة الدعم المقدمة للمواطن بلغت 300% من قيمة الاستهلاك. على مستوى الشبكه كلها يطلع حوالي 63 قرش و7 من 10، بينما احنا كنا حاسبين على اساس ان هو 47 قرش ونص. فالزياده ديت جت من ثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه فيهم اللي هي تغير سعر الدولار. احنا كانت حساباتنا السابقه على 7 جنيه و15 قرش، النهارده بتحسبي على 8 جنيه و90 قرش، او 8 جنيه و88 قرش، يعني قريبه من هذا الرقم. ايضا المزيج الطاقه الاوليه، احنا كنا بنعتمد على الغاز الطبيعي بحوالي 84% والسولار على 16%، النهارده الغاز الطبيعي نزلناه الرقم ده الى 70%. سعر الغاز الطبيعي ارخص من السعر المازوت المستخدم. فده ساهم في انه زياده التكلفه. ايضا في حاجه ثانيه مهمه جدا، احنا بنعمل استثمارات كبيره والصيانه كلها بتحتاج الى قطع غيار كلها مستورده من الخارج، وكل ده بيجي بالدولار. كل الكلام ده ادى الى زياده متوسط سعر التكلفه من 47 قرش ونص الى 63.7. أعرب عدد من منتفع قرية الأمل شرق قناة السويس الذين تسلموا أراضيهم ومنازلهم عن سعادتهم رغم بعض المشكلات الطفيفة التي يتم علاجها. وقال بعض أهالي المنطقة أن القوات المسلحة قدمت لهم المساعدة فيما يتعلق بشتلة الزراعة. هذا ويتلقى سكان الدعم الفني من مجلس أمناء القرية التي تضم 500 قطعة أرض، وقد وزع منها النصف بواقع 217 للخريجين، و20 قطعة لصغار المزارعين، و13 لذوي الاحتياجات الخاصة. جميل، وكل المرافق موجودة الحمد لله، احنا في الجنة. والله يعني ده احساس طبيعي. لا احنا
احنا هنا ما شاء الله، احنا ما شاء الله هنا يعني كل حاجه متوفره عندنا. والله حسسني احنا مبسوطين جدا من قريه الامل، ونشكر القائمين كلهم على العمل في قريه الامل، ونشكر القوات المسلحه مدتنا بجميع انواع الشتلات، بخمس انواع شتلات مجانا بالنسبه للقريه ومستفيدين القريه، مدتنا بالزيتون والرمان والتين والليمون. أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بحديث شامل لرؤساء تحرير الصحف القومية، تطرق خلاله لمختلف القضايا الداخلية والخارجية. فيما يتعلق بالجدل الدار حول ملكية جزيرتي تيران وصنافير، أكد رئيس أن مجلس النواب أمامه الفرصة كاملة لدراسة هذا الملف، مشيرا إلى أن العلاقات مع السعودية والإمارات مستقرة وثابتة. فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، أشار الرئيس إلى وجود تقدير إفريقي كبير للتعامل المصري العقلاني مع هذا الملف، مؤكدا أن مياه النيل ستظل متدفقة إلى مصر. بخصوص العلاقات المصرية الروسية، أعرب الرئيس عن تفاؤله بعودة السياحة الروسية في أقرب وقت، كما أشار إلى أن الاتفاق النهائي لإنشاء محطة الضبعة النووية من المنتظر التوقيع عليه هذا العام بين البلدين. ومن داخل تركيا، يستعد مقاتلون من الجيش السوري الحر لشن هجوم خلال أيام لانتزاع السيطرة على مدينة جرابلس السورية من تنظيم داعش، في خطوة من شأنها أن تبدد أمال الأكراد في توسيع سيطرتهم بالمنطقة الحدودية مع تركيا. قالت مصادر من المعارضة إن مسلحين من الجيش السوري الحر يعبرون الحدود من سوريا إلى تركيا ثم يتجمعون. قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر إن إنتاج مصر من الكهرباء الآن بلغ نحو 32 ألف ميجاوات. أوضح الوزير في حواره مع نهار اليوم أمس إن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى رفع سعر تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء من 47 قرشا إلى 63 قرشا، مشيرا إلى أن نسبة الدعم المقدمة للمواطن بلغت 300% من قيمة الاستهلاك. على مستوى الشبكه كلها يطلع حوالي 63 قرش و7 من 10، بينما احنا كنا حاسبين على اساس ان هو 47 قرش ونص، فالزياده ديت
جت لي من ثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه فيهم اللي هي تغير سعر الدولار. احنا كان حساباتنا السابقه على 7 جنيه و15 قرش، النهارده بتحسبي على 8 جنيه و90 قرش او 8 جنيه و88 قرش، يعني قريبه من هذا الرقم. ايضا المزيج الطاقه الاوليه، احنا كنا بنعتمد على الغاز الطبيعي بحوالي 84% والسولار على 16%، النهارده الغاز الطبيعي نزلناه الرقم ده الى 70%. سعر الغاز الطبيعي ارخص من سعر المازوت المستخدم. فده ساهم في انه زياده التكلفه. ايضا في حاجه ثانيه مهمه جدا، احنا بنعمل استثمارات كبيره والصيانه كلها بتحتاج الى قطع غيار كلها مستورده من الخارج، وكل ده بيجي بالدولار. كل الكلام ده ادى الى زياده متوسط سعر التكلفه من 47 قرش ونص الى 63.7. أعرب عدد من منتفع قرية الأمل شرق قناة السويس الذين تسلموا أراضيهم ومنازلهم عن سعادتهم رغم بعض المشكلات الطفيفة التي يتم علاجها. قال بعض أهالي المنطقة أن القوات المسلحة قدمت لهم المساعدة فيما يتعلق بشتلة الزراعة. هذا ويتلقى السكان الدعم الفني من مجلس أمناء القرية التي تضم 500 قطعة أرض، وقد وزع منها النصف بواقع 217 للخريجين، 20 قطعة لصغار المزارعين، و13 لذوي الاحتياجات الخاصة. جميل، وكل المفرق رفق موجود الحمد لله، احنا في الجنة. والله يعني ده احساس طبيعي. احنا هنا ما شاء الله، احنا ما شاء الله هنا يعني كل حاجه متوفره عندنا. والله احسسنا احنا مبسوطين جدا من قريه الامل، ونشكر القائمين كلهم على العمل في قريه الامل، ونشكر القوات المسلحه مدتنا بجميع انواع الشتلات بخمس انواع شتلات مجانا بالنسبه للقريه ومستفيدين القريه، مدتنا بالزيتون والرمان والتين والليمون. أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بحديث شامل لرؤساء تحرير الصحف القومية تطرق خلاله لمختلف القضايا الداخلية والخارجية. فيما يتعلق بالجدل الدائر حول ملكية جزيرتي تيران وصنافير، أكد رئيس أن مجلس النواب أمامه الفرصة كاملة لدراسة هذا الملف، مشيرا إلى أن العلاقات مع السعودية والإمارات مستقرة وثابتة. فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، أشار الرئيس إلى وجود تقدير إفريقي كبير للتعامل المصري العقلاني مع هذا الملف، مؤكدا أن مياه النيل ستظل متدفقة إلى مصر. بخصوص العلاقات المصرية الروسية، أعرب الرئيس عن تفاؤله بعودة السياحة الروسية في أقرب وقت، كما أشار إلى أن الاتفاق النهائي لإنشاء محطة الضبعة النووية من المنتظر التوقيع عليه هذا العام بين البلدين.
ومن داخل تركيا يستعد مقاتلون من الجيش السوري الحر لشن هجوم خلال أيام لانتزاع السيطرة على مدينة جرابلس السورية من تنظيم داعش، في خطوة من شأنها أن تبدد أمال الأكراد في توسيع سيطرتهم بالمنطقة الحدودية مع تركيا. قالت مصادر من المعارضة إن مسلحين من الجيش السوري الحر يعبرون الحدود من سوريا إلى تركيا ثم يتجمعون في معسكر تركي قبالة مدينة جرابلس السورية تمهيدا للهجوم عليها. على جرابلس يلا. يا الله الشهادة يا أبو النصر يا أبو عبد الله. يلا يا أخوي أبو عبود يلا. الله يقويكم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إنه ليس لروسيا قواعد في بلاده، مضيفا أن موسكو شنت غارات على أهداف في سوريا انطلاقا من قاعدة إيرانية ثم انتهى الأمر في الوقت الحالي. هذا فيما انتقد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان روسيا لأنها كشفت عن استخدامها قاعدة جوية في همدان لشن ضربات في سوريا، معتبرا أن هذا الإعلان استعراضي وينم عن عدم الاكتراث. رفض مجلس النواب الليبي منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة مقترحا لإعادة تشكيل حكومة أو تشكيل حكومة مصغرة. وميدانيا وتحت غطاء جوي أمريكي جددت القوات الموالية للحكومة الليبية هجومها لطرد تنظيم داعش من معقله في مدينة سرت، وأعلنت أنها سيطرت على المسجد الرئيسي في المدينة والسجن كانت تديره ما تعرف بشرطة داعش. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بدعوى الضلوع في نشاط إرهابي شعبي والمشاركة في أعمال شغب. وبوتيرة شبه يومية تعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلية فلسطينيين تصفهم بأنهم مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة أنشطة إرهابية والإخلال بالنظام العام. ويقبع الآلاف من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ويعاني العديد منهم ظروفا صحيا متدهورة. عقدت اللجنة البارالمبية مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل سفر البعثة المصرية المشاركة في دورة ريو دي جانيرو البارالمبية بحضور وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز والمديرين الفنيين الذين يمثلون المنتخبات المشاركة. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة البارالمبية في 7 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه، ويشارك فيها 44 لاعبا. الحقيقة أنا لسه راجع من البرازيل، وعايز أقول لحضراتكم أن الاستعداد لاستضافة الدورة البارالمبية استعداد كبير قوي، ولينا شباب كتير جدا من المصريين متطوعين هناك وفي انتظار البعثة المصرية. وأنا الحقيقة شفت المنشآت، وكان أحد الأسباب الرئيسية في الزيارة أن أنا أتفرج على شكل المنشآت الرياضية اللي موجودة هناك وأحدث ما وصل إليه العلم في تنظيم هذه البطولات، والحقيقة استفدنا كتير جدا، وده اللي عرضته على السيد الرئيس في لقائي معاه. احتفل الأقباط بالذكرى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، ذلك بدير العذراء الذي يبعد عن محافظة أسيوط مسافة 9 كيلومترات، وقد استمرت الاحتفالات به 15 يوما وسط حضور كبير من الزوار. ابتهالات وترانيم تحلق في الأفق، سكينة وروحانيات تسيطر على المشهد. إنهم مريدوا السيدة العذراء الذين صعدوا الجبل لأجلها، فجاءوا للدير الذي يحمل اسمها بجبل درونكا احتفاء بذكرى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر. الدير الذي يبعد عن مدينة أسيوط مسافة 9 كيلومترات يعتقد المسيحيون أنه شرف بموطئ قدم السيدة العذراء وابنها المسيح خلال رحلة العائلة المقدسة بمصر والتي انتهت في تلك البقعة، لتترك أم النور بها السلامة والبركة. وداخل الدير مجموعة من الكنائس القديمة مثل كنيسة المغارة التي تعود للقرن الأول المسيحي. احنا طبعا مبسوطين بوجودكم معنا، واحنا طبعا بنيجي على طول نزور العذراء علشان نلتمس البركة، وعلشان ده موسم وبنفتكر طبعا
ان هي جت هنا ولجأت لمصر، هربت من هيرودس الملك، فاحنا بنيجي ناخد بركه من المغاره. هنا يلتف الزائرون حول مكان اختباء السيده العذراء الذي يحمل بداخله صورا ولوحات اثريه فتحول بمرور الوقت الى مزار سياحي. احنا بنشعر جدا ببركه زياره العائله المقدسه للمكان. مكان محبوب جدا من الناس، محبوب جدا بالذات من أهالي أسيوط، بيعتبروا الدير قلب أسيوط. الناس بتشعر براحة عجيبة جدا هنا في الدير. الأماكن المقدسة أماكن راحة، الناس بتفرح فيها، بتستشفع بالقديسين، تستشفع بأمنا السيدة العذراء. وتعتبر الدورة من أبرز مظاهر الاحتفالات السنوية التي تستمر ل15 يوماً، وفيها يخرج الشمامسة ومن خلفهم الأطفال مصطفين يحملون صلباناً وأيقونات للسيدة العذراء وسط أصوات التسابيح والترانيم المتعالية. هكذا استقبلت العذراء محبيها كالعروس ليلة زفافها، فاتحة ذراعيها تحتضن المتألمين والمحتاجين بمكان لطالما ارتبطت أرواح الأقباط به. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. ختاما نذكر بأهم وأبرز العناوين. رئيس الوزراء يبحث مع وزير التموين الاستجوابات المقدمة ضده بالبرلمان، والوزير ينفي استقالته. وزير الطيران يعلن استعداد القاهرة لتخصيص صالات لساحين الروس بمطاراتها حال ارتفاع أعدادهم. ومجلس النواب الليبي يرفض منح الثقة لحكومة الوفاق ويطالب بحكومة مصغرة. ولمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا النهار.tv، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب. نهاية نشرة الأخبار من النهار اليوم، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.